وأنا ما في يكون الشخص اللي أنت بدك إياه لي. مسرح كنت بفرقة الكشاف. أنا مقاتل بكتيبة أبناء الجليل. شو بده يصير معه يعني؟ ما حلك تعرفي وتحفظي؟ ما حسب الزبط جاه. وإبقائها حبيسة بيت تخفيه لأحميها من الأخطار. أخذ رأيك. أنا قلت رأيي يا نهى. قلت رأيي. ليه كده يا رانيا؟ وفوق كل ده عايزة تهربي مني. قعدنا تقريباً سنتين ونص. سنتين ونص. أنت حتى على فكرة بعمر بعلاقاته. لا على كيفي. قصدك لما شفتيني بالكاب والجينز وهيك شيء وأي حبيتي أكثر؟